السلام عليكم ورحمه الله. اذا كيف ما كتشوفوا اليوم كنقوموا بواحد الحمله ديال النظافه على صعيد مدينه اسفي بجميع الاحياء، وهذه الحمله اللي كتقوم بها شركه نظافه وكتسهر عليها الجماعه، ولذلك حنا كنطلبوا من الساكنه وكنحثوهم باش ينخرطوا معنا في هذه الحمله وشكرا. اليوم كاينه حمله ديال النظافه اللي كتهم مدينه اسفي، وكنتمنوا من الساكنه بصفتنا حنا كممثلين ديال المجلس البلدي انها تنخرط معنا في هذه الحمله هذه، وكنتمنوا اليوم اننا نشوفوا مدينه اللي في المستوى اللي كنطمحوا ليه حنا كابناء المدينه ديال اسفي، وكنتمنوا من الساكنه انها تعاون معنا وتكون هذه حمله اللي ان شاء الله ما هي الا بدايه ديال المدينه نظيفه، وتكون من بين اجمل المدن في المغرب وانظف المدن في المغرب، لان مدينه اسفي هي دائما كانت من المدن اللي نظيفه. ربما في السنوات الاخيره كنشوفوا انها كاين امور اللي ما كتليقش بينا حنا كابناء مدينه اسفي بالنسبه للنظافه، وكنتمنوا من الساكنه انها تخارط معنا في هذا في هذه الحمله هذه، وكنتمنوا انها تكون ما هي الا بدايه ان شاء الله المدينه نظيفه اللي هي مدينتنا اللي كنبغيوها وعزيزه علينا. اليوم انطلاق عمليه او حمله حمله ديال النظافه اللي عندنا الجماعه على الاعداد ديالها، اليوم كاين انطلاقه ديالها واللي غادي تشمل جميع التراب ديال مدينه اسفي والاحياء ديال مدينه اسفي بما فيها الاحياء الجانبيه. وخضعت الجماعه على عاتقها على انه في هذه الولايه ديالها على انه المدينه يجب عليها ان تكون نظيفه وان تشملها النظافه على جميع المستويات، وكذلك ندعو من خلال هذه المنابر الاعلاميه جميع الساكنه ديال المدينه باش انها تشارك معنا في هذه الحمله بطبيعه الحال عبر يعني التحسيس ديال الساكنه، وكذلك عبر يعني الحفاظ على البيئه ديال الجماعه ديال المدينه، والجماعه راها واخده على عاتقها كما قلت على انه تخدم في هذا الاطار يعني بواحد الحس عالي. بطبيعه الحال الشركه هي عندها واحد العقد
عقد مع الجماعه عندها دفتر تحملات، هي ملزمه بتطبيق الدفتر ديال التحملات بحذافيره، لكن هذا ما كيمنعش لاننا يجب ان نؤكد على انه الشركه اليوم كتانفيستي وكتستثمر اكثر من داكشي اللي عندها واكثر من التزاماتها بطبيعه الحال. بالنسبه لهذه الحاويات اللي هي اصبحت في واحد الحاله كارثيه وحل الحاله اللي طلبات على اننا ندخلوها بعجاله من اجل تحسين هذا الوضع ومن اجل اعاده الاعتبار لهذه المدينه من الجانب من يعني من الناحيه ديال النظافه. اليوم توضعات واحد المجموعه ديال الحاويات اللي هي جديده وغتوزع على جميع الاحياء وجميع التراب ديال المدينه. نطالب كذلك من اجل الحفاظ على هذه الحاويات فهمتيني، وبعدم وضع الازبال على الارض وانه الازبال توضع في الحاويات. كذلك التزمات معنا الشركه في هذه الفتره المقبله بانها غتساهم باكثر مما لديها في تنظيف المدينه بطبيعه الحال وبتنفيذ جميع الامور اللي كتلتزم بها داخل يعني دفتر التحملات اللي كيجمعها مع الجماعه. بطبيعه الحال الشركه تستجيب بطبيعه الحال جميع يعني الامور المتعلقه بنظافه المدينه، هناك دفتر تحملات كما قلت، هناك يعني عقد شراكه او عقد ما بين الجماعه وما بين هذه الشركه، الشركه ملزمه بالضروره حسب ما يقتضيه القانون بانها تطبق ما لديها في دفتر التحملات. يونس فدواش مسؤول تواصل بشركه اسفل النظافه. اذا هادشي ماشي جديد علينا كشركه اسفل النظافه، ولكن هو في اطار الحملات التحسيسيه المتواصله دائما مع ساكنه مدينه اسفي من اجل التوعيه والتحسيس بالتوقيت الخاص، يعني كاين واحد التوقيت اللي غنحترموا فيه رمي الازبال بالحاويات. فاكيد ان جميع الساكنه في لوبيراسيون اللي كانت قبل تواصلنا معاهم من خلال دار دار حي حي وعرفوا التوقيت ديال كل سيكتور معاش غادي نرميو الازبال. اذا مدينتنا هي الصوره ديالنا، فاكيد الا حافظنا على النظافه ديال المدينه ديالنا اكيد مدينتنا غتبقى في ابا حله، حاضره المحيط تستحق منا الاكثر. فبيا وبيك وبينا احنا كاملين الا انخرطنا في هذه العمليه، الا كان كل واحد فينا مسؤول وواعي بالنظافه ديال مدينته والا احترمنا انك ما ترميش الزبل في الشانطي وترميه في الاماكن المخصصه اكيد مدينتنا غتبقى في ابا حله. وتحيه للمنابر. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.